كيف اجواءكم اليوم بالمتنبي؟ والله هي جواء حلوة جدا، بس تنقصها بعض الامور يعني مثل كتب اضافية، يعني يكون مثلا كتب مو كلها نقص بالكتب طبعا. نشوف شلون، يا ريت انه تكون عليها اسعار. احنا الحقيقة احنا جايين من كندا، حياك. اي فاحنا جايين يعني خصوصا نزور الشارع هذا الجميل، وقعدنا في هاي المقهى المشهورة التراثية، والحمد لله ان شاء الله يعني للاحسن. طيب انت قلت تنقص هالكتب، شارع المتنبي بلا كتب ما بيطعم؟ ما بيطعم، لانه الحقيقة انه نشوف امور اخرى. يعني احنا قبل تقريبا بعد 20 سنة وأكثر الأمور كانت غير شكل. يعني شنو الشيء طارع على المتنبي؟ طارع أسواق صارت عادية يعني. أي نعم، هذه فالمفروض أنها كلها تكون تراثية أو مكتبية. البعض يعني البعض يعني أجاب عن هذه الجزئية، نعم، أنه هذه الـ يعني الأكلات السريعة أو الدولمة وغيرها التراثيات، هاي جت من باب أنه حركة سياحية صارت في المتنبي. لا يا حتى يعطون جانب يعني يوفرون الطعام. نعم. يعني هذه إجابة على هذا. لا هي إيجابية فعلاً، بس مو بكثرة. يعني هن يكون مثلاً أماكن معينة. شوف شلون. أنت من تفكر بأن تحشي تقول راح أروح للمتنبي، يعني أنا يعني جيت خليت ببالي كم كتاب دا أجي للمتنبي. الكتب والمصادر العلمية. يعني أنت من تفكر المتنبي يعني جاي تأخذ كتاب. ما جاي تأكل، عرفت؟ هي صحيح أكو بعض الأكلات الشعبية يخلوها كورنر لها، بس يعني 75% كتب، وتبقى 25% للتراثيات. يعني أفهم من كلامك إنه يجي المتنبي ومتكيف مع فكرة إنه هو عارف إنه هذا المكان ما يبي طعام، تمام؟ هذا المكان للكتب فقط. أي يعني لا مو بس للكتب، هي صحيح كلها تراثيات. يعني أنا خالة لستة مع الكتب يدوب حصلت على كتابين اشتريت. كتابين. بس كتابين. قد خالة بحسابات الكتب. يعني خالة 20 كتاب خالة مصورة. بس يعني كتابين. بس كتابين حصلت، لأن ماكو عندك أثر تشويس. يعني هذا عندك المكتبة، هاي المكتبة، هاي المكتبة، حتى تروح تفتش عليها كلها. في كندا هناك شوارع تشبه شوارع المتنبي؟ لا ما موجود، رغم أيضا أنهم تراث وعندهم بعض الجزئيات. شنو التراث اللي عندهم؟ الإعمار والجانب المعماري السابق، كله حديث، كله حديث. ما بقوا شيء من الجانب المعماري القديم؟ ما كل يعني حديثة قديمة. يعني شتري يعني مثل حضارة العراق؟ لا مو مستحيل. مثل عندك تورنتو كلها قديمة يعني. قصدي مثل هاي المنطقة التراثية ما في شارع يعني مكتبة كبيرة. لا يهتمون بالكتب الكنديون؟ لا يهتمون بالكتب؟ لا يهتمون، بالعكس يقرون أكثر من عندنا، لأن عندهم الترين والسبوي والأندرغراوند كله يقرون به، كله يقرون بس عندهم كتب يأخذوها أونلاين، ما يروحون يتعبون نفسهم يروحون للمكتبة يختارون. لا كله أونلاين يجيهم. المرأة العراقية مثقفة؟ طبعا جدا مثقفة، وده تعكسها على البيت يعني، لأن هي تكون الأم، وهي تكون الأب، وهي تكون المديرة، وهي كله يعني. الأب يطلع من الصبح يرجع، حتى بالغربة، حتى بالهجرة يعني كل الأم هي المحور كل شيء. في واقع الحياة الرجل العراقي يحب المرأة العراقية المثقفة أم غير المثقفة؟ حسب أي حسب هو بيئة حسب بيئة الرجل حسب أي أي حسب بيئة الرجل شنو يحبها مثقفة. أكو ناس لا يقول لك المثقفة راح تناقش بهواية أمور. أي علي حقوق، لازم مثل ما عندي حقوق علي واجبات، فهذا ما تصرف له. تمام، شكرا جزيلا. واحنا بالعكس يعني الامور الترفيهيه جدا مهمه يعني، ما يعني بالعكس يعني يجي واحد يقرا وكذا وشيء يطلع على النهر الجمال اللي موجود النهريه والبحريه والتاكس النهري، هذا شيء رائع يعني. موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا، نورتونا ونورتوا برنامجنا. شكرا جزيلا، حياكم الله.